ينضم إلي مباشرة عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة الصحفي المصري محتز صلاح الدين. سيد محتز، في البداية أهلا بك. موقف دولي شبه موحد من أكبر دول العالم ضد التدخل التركي وكذلك الانتهاكات التي تقوم بها تركيا في الشرق الأوسط بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص، تعليقك عن هذا الاستنفار الدولي حول تدخل تركيا السافر وغزوها لليبيا. طبعا هناك رفض دولي كامل من الولايات المتحده الامريكيه ومن دول معظم اغلب الدول الاوروبيه، وطبعا هناك رفض عربي كبير في جامعه الدول العربيه، يعني تعتبر نقله نوعيه في مواقف الجامعه العربيه تجاه هذا الغزو الاحتلال التركي وتجاه المرتزقه الموجودين في الاراضي الليبيه، الميليشيات الارهابيه التي تصل الى 29 ميليشيا ارهابيه والتي تدعمها دوله قطر وتركيا، وتهدد ليس أمن ليبيا ولا أمن المنطقة بل تهدد أمن المتوسط كله، لأن عدم استقرار ليبيا معناها وصول يعني إرهابيين إلى دول أوروبية ووصول أيضا هجرة غير شرعية وغيره، وبالتالي أعتقد أن بداية الشرارة كانت الموقف المصري الحاسم والتي أعلنت فيه مصر أن تدخلها في ليبيا بات وشيكا بناء على طلب مجلس النواب وبناء على طلب الشعب الليبي، وأنه حماية للأمن القومي المصري والليبي والعربي، وأن السبت والجبرة هي خط أحمر. وهذا يؤكد أيضا أن مواقف الدول المجاورة ومنها مصر وعلى رأسها مصر حركت هذا الحركة الدولي، ولا يخفى عليك أن هناك أيضا اتصالات دبلوماسية مصرية على أعلى مستوى مع كافة دول العالم، سواء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن أو سواء الاتحاد الأوروبي. وقبل قليل أعلن السيد كونتي رئيس وزراء إيطاليا أن الحل في ليبيا ليس عسكريا ويجب أن يكون هناك حل سياسي، وبالتالي الحل السياسي يتطلب خروج القوات الأجنبية التركية الغازية، خروج المرتزقة السوريين وغيرهم والميليشيات الإرهابية الإجرامية التي ارتكبت العديد من الجرائم. وأنا أعتقد أن ليس الحل في خروجهم فقط بل محاكمة من كان وراءهم ومن قام بتمويلهم ومن شجعهم ومن حاول تخريب ليبيا من الداخل، ولكن ليبيا أبدا قد تمرض لكنها أبدا لن تموت، لأنها أنت ليبيا أحفاد عمر المختار ومصر وليبيا شعب واحد، ومصر لن تترك ليبيا أبدا تجاه أي غزو أجنبي أو تجاه تلك الميليشيات الإرهابية الإجرامية التي لن تحقق شيئا بإذن الله. نعم بإذن الله. سيد معتز، هذه التصريحات التي اعتبرها البعض بأنها تصريحات شديدة اللهجة من كبرى دول العالم وكذلك من دول مجاورة تستنكر التدخل والغزو التركي، برأيك هل سيؤثر ذلك في حسابات أردوغان والدولة التركية؟ أم أنها ستستمر في تهورها وتغولها في ليبيا بمساعدة حكومة الصخيرات ومرتزقتها؟ سيدفع الثمن غاليا، سيدفع الثمن غاليا، والرئيس السيسي أعلنها، سرت والجفرة خط أحمر، إذا دخلت قوات تركية أو مرتزقة فمصر ستتدخل عسكريا، ومصر هي تسع قوة عسكرية في العالم، أما تركيا فرقم 13 في العالم، وجميع المواجهات بين الجيش المصري والتركي انتهت بانتصارات مصريه في جميع المعارك من 1832 حتى وقتنا هذا، انتصر الجيش المصري على الجيش التركي، بل ان الجيش المصري وصل في 1839 الى اطراف الاستانه، يعني كان قريبا جدا من الاستانه، وبالتالي عليه ان يختار بين ان يستمر في حماقته ويدفع الثمن غاليا وسيخسر تلك المعركه، لانه لا يعلم مدى قوه الجيش المصري والجيش الليبي عندما يتحدوا معا في مواجهه الغزو التركي والمرتزقه الذين يستخدمهم كمخلب تيست معه، واما اما ان يختار صوت العقل ويعني ويرضخ، ولكن انا اعتقد ان اردوغان لديه من الحماقه الكثير جدا، لكن ربما يؤثر عليه بعض ضغط دول الاتحاد الاوروبي، لان لا تنسى انه يثير المشاكل والقلاقل مع دولتين في الاتحاد الاوروبي هما اليونان وقبرص، وبالتالي هناك ايضا ضغط يوناني وقبرص هذا من خلال الاتحاد الاوروبي، هناك رد قاطع لهذه المواقف واضح من فرنسا ويعني اقل وضوحا شويه من ايطاليا والعديد من الدول، لكن اكثر يعني فرنسا اعلنت بشكل واضح جدا رفضها لهذا التدخل السافر، ولا يخفى عليك ان هناك تنسيق مصري امريكي فرنسي اوروبي
في هذا الأمر، وتنسيق أيضا مع المؤسسات الشرعية في ليبيا، وطبعا هو مجلس النواب المنتخب وهو المؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا والتي ينبثق عنها الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة الأستاذ عبد الله السيسي. وبالتالي مصر لا تتعامل إلا مع المؤسسات الشرعية، ولا يخفى عليك طبعا أن وفدا من القبائل الليبية كانت في مصر، ومصر طبعا تحترم جدا جدا العلاقات التاريخية وعلاقات النسب والمطهرة والأخوة مع ليبيا، وبالتالي الشعب الليبي كله يطالب مصر بالتدخل، ومصر أبدا لن تقف مكتوفة الأيدي وإعلاناتها صريحة. إذا على أردوغان أن يختار بين أن يستمر في حماقته ويدفع الثمن غاليا، أو أن يخضع للضغوط الأوروبية والدولية التي تطالبه، ومنها روسيا أيضا التي تطالبه بالتوقف عن تلك العمليات. وأعتقد أن الجيش الوطني الليبي حرر 85% من الأراضي الليبية من الإرهاب، قادر على مواجهة أي قوة، وبالتالي عندما تحدث مساندة من الجيش المصري بإذن الله فإن سيدحر أي عدوان وسيدحر تلك الميليشيات الإرهابية الإجرامية التي لا يخفى على العالم من يمولها ومن يخترق قرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا. نعم، رئيس تحرير موقع الآن مصر، كنت معي مباشرة من القاهرة العاصمة المصرية، شكرا جزيلا لك الصحفي المصري محتاج صلاح الدين.